مباريات في اقل من حوالي 12 يوم، فبالتاكيد ده يدي جاهزيه للرجاء في البطوله الافريقيه. لكن في هذه اللحظات النادي الاهلي بيستعد لمباراه الانتاج الحربي، والجهاز الفني رفع شعار لا وقت للراحه استعدادا لمباراه الانتاج. بينضم لي دلوقتي على الهاتف زميلي العزيز شريف شعبان عشان نطمن منه على استعدادات الفريق بالنسبه للمرحله اللي جايه. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان ومتابعي برنامج التريننج. اخبار التدريب واخبار اللاعبين، وهل بدا شايف اللعيبه قدامك؟ مين يكون موجود ممكن يكون غايب؟ الجهاز الفني كمان هيتعامل ازاي مع مباراه الانتاج الحربي؟ وان شاء الله تكون يعني سلسله انتصارات متتاليه للفريق في المرحله الجايه ان شاء الله. يمكن ما فيش وقت فعلا للراحه. فايلر وطبعا مستر فايلر ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ منعوا الاجازات، او ما كانش في وقت للاجازات من بعد مباراه إن بالاخيره كان في تمرين تاني يوم صباحا في العاشره صباحا، والنهارده تاني ايام التمرين هتكون في الخامسه والنصف مساء. يمكن بيتم رش الملعب الان كعاده المدربين الاجانب في مصر، يمكن امتدحها مستر مانويل جوزيه ومن بعده بدات هذه عاده، وفعلا بتبقى ليها اثر ايجابي في الملعب في سرعه الكوره على الارض. يمكن معظم الفرق المصريه بدات تلجا الى هذه الحركه او الحيله. يعني يمكن الاهلي دلوقتي او ملعب التتش الان بيتم رشه الان، ويمكن شايف الجهاز الفني فايلر كابتن سيد عبد الحفيظ كابتن سامي قمصان يمكن دكتور عمرو محب يمكن بداوا ينزلوا ارض الملعب منتظرين نزول اللاعبين. يمكن خلاص بتتكلم في اقل من اربع خمس دقائق ويكون اللاعبين موجودين في ارض الملعب علشان يبقى في محاضره او يعني مستر فايلر او كابتن سيد عبد الحفيظ يتكلم مع اللعيبه ثلاث اربع دقائق كالمعتاد. يمكن طبعا زي ما قلت ما فيش وقت للراحه، التمرينات كل يوم، في مباراه يوم الجمعه، نتمنى باذن الله يكون التوفيق والفوز حليف النادي الاهلي والفوز بثلاث نقاط جديده على فريق الانتاج الحربي مع مدير فني كبير طبعا الكابتن مختار محتار، ومباراه تكون في التاسعه مساء. يمكن هيبان مع نزول اللاعبين مين اللي غايب ومين اللي مش غايب، ولكن انا شايف النهارده ياسر ابراهيم يمكن بدا يجري، بدا ينفذ البرنامج الاخير من برنامجه العلاجي ما شاء الله. يمكن الاصابه اللي عنده بدا يستجيب بشكل كبير جدا للعلاج بطريقه اسرع ما شاء الله عن المعتاد، فباذن الله يكون نزوله في الملعب في مده اكثر من اللي قال عليها الدكتور خالد محمود، استجابته سريعه للشفاء. يمكن محمد محمود كان بيجري تمرينات تاهيليه علشان خاطر خلاص برضو اقترب موعد عودته للملعب باذن الله مره اخرى، بتتكلم برضو في اسبوع 10 ايام باذن الله ويكون موجود مع باقي زملائه. خلاص هو في المرحله النهائيه من التدريبات التاهيليه وفقا للبروتوكول الطب العالمي. طبعا المفروض كان ينزل قبل كده بس في بروتوكولات في مواعيد زمنيه معينه بالفعل. الاهلي بيلجا ليها، الاهلي مش عاوز يسيب حاجه للظروف، بيلجا لكل اي بروتوكول عالمي بالذات في اصابه الصليبي مظبوط علشان خاطر يديله فتره كبيره جدا من الراحه. بس خليني زميلي محمد اقول لك اتفضل يا شيخ. الامانه يعني الملعب بيترش الملعب على اعلى مستوى. يمكن الاول لو خدناه الاول عمال غرف الملابس اللي بيتعاملوا وفقا للبروتوكول الطب المحطوط من وزاره الصحه ووزاره الشباب والرياضه ان مفيش استعمال لغرف الملابس، عمال غرف الملابس مجهزين لكل لاعب كرسي خارج غرفه الملابس ويجي من بيته لابس لبس التمرين وبينزل يتمرن على طول، ما بيخش اوضه اللبس الا في اضيق الحدود. لو في لاعب مضطر يغير هتلاقي جوه الغرفه الكبيره جدا اللي بتشيل 30 لاعب مثلا فيها واحد او اثنين بس وفقا للبروتوكول، فبحيي العمال. لا وكمان يا شريف في نقطه مهمه، انت بتتكلم عن الاجراءات الاحترازيه اللي بيطبقها النادي الاهلي تنفيذا طبعا للبروتوكول الطبي اللي تم وضعه من خلال وزاره الشباب والرياضه والاتحاد المصري لكره القدم. دي نقطه مهمه جدا، كل طبعاً. نادي لما بينفذ هذه الاجراءات انت بتساعد بنسبه كبيره في استئناف النشاط بشكل جيد، وبتنفذ توجهات الدوله بالنسبه للمرحله اللي جايه. احنا بنشوف ده في كل تدريب للاهلي، وحتى مش بتتكلم بس على فكره ان اللعيبه تيجي امتى او الملعب او غرفه الملابس، لا انت كمان ملعب التدريب بيتم تعقيمه بالكامل قبل نزول الفريق لملعب التتش. طبعا لسه هقول لك، ده غير كمان عمال غرف الملابس، الاهلي معين موظف تخصص تعقيم غرف اللبس لتعقيم الاتوبيس لتعقيم الفندق، الاهلي خدوا معاه الفندق تعقيم الفندق تعقيم المطعم تعقيم الغرف تعقيم الطرقه تعقيم الاسانسير تعقيم الملعب اللي بيقوم عليه المباراه دكه البدلاء غرف ملابس اللي في الاستادات. الاهلي بيسايب حاجه للظروف، بيطبق التعليمات بحذافيرها حرصا على سلامه لاعبيه وبالتالي او بالتبعيه لخدمه منتخب مصر، ان منتخب مصر لما يحتاج لاعبي النادي الاهلي في اي وقت او جميع منتخبات مصر لما يحتاج لعيبه بتلاقيها. كمان ايضا
عمال الملعب ما شاء الله، الملعب ما شاء الله حاجه تفرح جدا، الملعب كويس جدا، بيتم رشه اللي انا وخلاص انتهى من رشه ما شاء الله، برده عمال الملعب عاملين طيب. البرنامج كبير جدا. البرنامج يا شريف غدا وبعد غد، يعني بتتكلم في تدريب الاربعاء والخميس قبل المباراه يوم الجمعه، تدريبات في صباحي ولا في نفس الميعاد زي كل يوم الساعه 5:30؟ بكره باذن الله هيكون التمرين صباحي في 9:30 صباحا، يعقبه مسحه طبعا الكورونا قبل بالزبط. المباراه، وهتكون النتيجه يوم الخميس باذن الله، وباذن الله نتمنى تكون سلبيه عشان يكون كل اللاعبين متاحين لفايلر عشان يختار قائمته طبعا باريحيه شديده. يوم الخميس هيكون التمرين في 5:30، ويطلع النادي الاهلي من مختار التتش على الفندق اللي بيقيم فيه في التجمع الخامس ليله مباراه طبعا الاهلي والانتاج الحربي. يبقى بنتكلم بكره صباحا، بعد بكره هيكون مساء تاني باذن الله. زميلي العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي من ملعب مختار التتش كان معانا وبيتابع تدريبات فريق النادي الاهلي استعدادا لمباراه الانتاج ان شاء الله يوم الجمعه القادم.